كيما راني مقدرك وهي تونسي وخليجي هاي مصري ولبناني شاب انا والو سلمايا الفن صاي يهزو الماء هات روحك في كاميرا كاشي لابو فيا النار هات روحك. مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا فطرتوا مليح مع لي زارتيست راح احلات اليوم على حسب شوفه خلات اليوم جبنا لكم الشاب سليمو ضرب خشينا مي ماذا بينا نشوفوا لا سويت غيستي برونشي معنا وما تروحوش بعيد الي قادر روحك لميمه لميمه راح نسمعوها بصوت شاب سليمو اللي راهو حاضر معنا نقولكم غير ستي برونشي وما تروحوش بعيد درسل الي سمحي لي يا امي انتي انتي كل شيء شحال عليا تعبتي شحال عليا تعبتي مازال كي تسافري جوز معنا هنا وقتاش هادي دوكا بصح ماهوش في لا بروغراماسيون يا رضوان يا خونتك الرحباني توجور حاضر في البروغرام ديالنا وتوجور يجيب المشروع الكبير للفنانين ديالنا قررنا نشكل هيك شركة خاصة بالإنتاج الفني هون بالجزائر كان مقرها هون بالجزائر المغرب العربي فيه خامات صوتية ما شاء الله حلوة كتير إن شاء الله يكون عمل بيناتكم علاش لا إن شاء الله إن شاء الله يعملوا مع بعض أمي حتى يسمع وتعجب الرحباني مو صوت حي الله صوت لحاله فهمني انت بتعرف انه لما يكون المغني بيغني ما بنعمله اي تعديلات غنى انا بدي غني لازم ادي وردة الجزائرية لما طلعت اول مرة على المسرح كانت بسن صغير قامت عملت هزت المسرح كله فاهم علي؟ روبوتيك هيدا يعني بكرة لما تطلع على المسرح عملك روبوتيك كمان؟ ما نعرفش نغني نغني بالروبوتيك أنا نغني بلا روبوتيك لا لا هو بس الغنية كلها هذا روبوتيك. ألبوم هذا في 2011 شحال كانوا عندي عندي 38 سنة عبوك شحال عندي 7 سنين كنت صغير كنت ماشي مزوج مين با يعني هل بدك اللي إنك بتغني بدون روبوتيك نغني بلا روبوتيك غني لي شي غنية وش تحب نغني لك غني لي ما بدي غني لي غنية هلا بدي أسمعها وين والفي اللي هديته ليك بغيتي تولي سي با لا بال سمحتي فيا وطفرت فيك بدك شوية شغل هيك على صوتك مو تغني هيك بس ايو بالروبوتيك ولا بلا روبوتيك ما راحش تعجبه يا سليمو لازم تتقبل النق لازم تتقبل كل شيء ما في فنان بيمر بمرحلة بحياته ما بيعيش أوقات مثل ما تعيش أوقات حلوة بدك تعيش أوقات مرة حبيبي فاهم علي؟ دوك أنا واحد ما يعجبنيش في حاجة ما نجيش ليه ديرها فقوله ما عجبتنيش منها نعرف كيفاش بالعقل هايدي لما تكون مع شخص هو راضي ويضحك لما تكون مع شخص هيك عادي مو لما تكون مع شخص دارس فن بيعلم فن بيعطي أكثر ما بياخذ فاهم علي؟ سمعني وانت تيجي على المايك وتسي اللي هيدا مغنى لا حبيبي بدنا غنى بدنا ننبسط بدنا نعيش فرح فهمني معليش عليه ما تقدر المايك شفتني بقتصر أصدق مستقصدك على بالك باللي طريقة هذه والله ما هي طريقة قاعدة نقو او يجي لي الميكرو هاو 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 مش بيه يا خير انا نتهضر ورانا نتناقش ورانا نتفاهم نورمال عادي يا اخويا هذا محل بيت البقره انت قلت لي الروبوتيك انا ما نغنيش بالروبوتيك كيفاش تحكم موسيقى واحدة على العالم كاعيتك موسيقى واحدة كاين كادر جابوني ومن بعد حسام ومن بعد انا كلاسيك جابوني هذا ما في عليه حاجه كيفاش تقول لي انت يا بلي هذا ما هو الصوت ولا مخصوص ولا وفاش مخصوص فاش فاهم انا قيمتك من غنيتك روحوا نسمعوا أغنية طويت معاك صفحة الماضي بصوت الشاب سليمو اللي راهو حاضر معنا اليوم هنا تفكري معايا كي كنتي تفكري دوك يا مهات الله الله شو هتخلي يا ربي
يا روان ديما تجي رطب وتخيري غير كي تكون لاباس ان شاء الله برك ما تزيدش تشعليها استوتي والله نور بنورك لاباس والرحباني من الدخلة عجبتيها راه والله كلاس وتوجور كلاس صافي بليزير باين عليها على هيئة تبعها نجمة هي ما لا تطوالو كي طوالو يا دارو غريتيري يا دارو ما بعرف حتى شو بيحكي ممكن تشرحي لي بعدين بعدين ان شاء الله قلت لها راهو يتيري برك واش قلت لها بطرف انا نقول لك بلا ما تشرح لك انا نقول لك قلت لها راهو يتيري برك بس انا طلبت منها مو معليش ما علاش انا ثاني كان ريبونديت لك قلت لها الا مو الى ما صرا خلاص صحتي معاك ما صرا بيناتهم ها كاين والو كاين والو نورمال قلت لك إن كنت نواثق من حالك ما في شي بيهزك شو بك صح انت قاعد نفهم فيك انا نفهم شو بدك تفهمني راني نفهم قلت لك ثلاث فرص وما فهمتني شي كيفاش ثلاث فرص وما فهمت شي كيفاش ثلاث فرص وش حاب يقول وش حاب يقول سمعت وسمعت وش حاب يقول ما في شغلي ما في امل يمكن ما بعرف كيفاش ما فيش امل في امل يعني ما فيش امل باش يعني ما نخدمش معاه انا ولا بروبوزي مصباح انا ما نخدمش معاه انا بروبوزيت لك نجي نخدم معاه مين قال لك اني حاخذك انت جاي لهنايا تقول لي بلي تغني بلوتوتي وتغني بالروبوتيك اما تغني لك اكابي لا قاعد تقول لي ها ها تقول لي نقي لي شونتير من الاخر واش راك تحوس خلاص واش راك تحوس انا لا واش يا جماعه واش راك تحوس شو وصلت معك يا هون اه حبس وصلت معك لا ارحم باباكم الله يستركم فقط 10 دقائق نكملوها خلاص رضوان سي بون لي بوب كاش ما نسمعوا دوكا من جبت لنا اغنيه ولا زوج ولا ثلاثه دوك نسمع اها خليه سير بريز ان شاء الله حتى نكملوا يمكن هلا بنضي لك لعبت الشغله معنا بس اديني شيء المزبوط شيء الراقي مالا حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو حلوة استحلي زحقة والله على المباشر مال حبيبي مالو ما بيني شي حبيبي ما بيني شي غنات مليح كتير مني والله شايف هالشي باين بلي غرت مني باسكو مادام قلتو حلاب غرت مني انت موافقة تمضي العقد معي وتشتغلي معي موافقة حدي لك هلأ مليونين دولار عامل لك مليونين دولار هلا شو اسمك انت شو اسمك شو اسمك روان. شو روان يا الله اسمك بس بيطير العقل روان وان كيف اسم الكامل الكامل حشيشي إيه؟ هلا انا مضيت لك عقد مليون دولار هلا مين هون فين هون تم تحبش الرجال واش ما يحبش الرجال واش معناتها هذه واحد اثنين البومه لو فيها خير ما فاتها السياره يا سليمو يا شوف شنو هذه واحد اثنين انت بتعرف ما عم تحكي لي واحد اثنين احتلنا يا خرجلها من بدنا البوستيك شو بك شو بك البومه لو كان فيها خير ما تركت سياره البومه انا بدي لو كان فيها خير البومه لو كان فيها لا حبيبي جيبوا له دكتور ما في دكتور هون ما تجيب لي واد يا سليم والله ما حبيت تتكلم خلينا نختموا الحصه ونقولوا لك علاش جبنا اذا مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات اللي راكم تشوفوا فينا في انسيرون ستريمينغ في الفيسبوك كانت معكم حصه قادر روحك هذه كانت كاميرا كاشي خويا سليم يا سليم نحبوك ونعزوك حلقناك برك شويه هذه ما كانت غير كاميرا كاشي حنا نقولوا لك صحه رمضانك وينعاد عليك بالصحه والهنا ودير في بالك حاجه اللي يدخل الاستوديو مع نبيل وحد ما حيسلك معاه
يعطيكم الصحة ورمضان إن شاء الله بالصحة والهنا والعقوبة كل عام إن شاء الله وربي يتقبل منا إن شاء الله ويعطيكم الصحة وراكم طوب 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 يعطيك صحة صحيح أخويا قدر روحك مراني مقدرك وهي تونسي وخالي يجي هاي مصري ولبناني شاب مراوين وسلماي الفلصاي يهزو الماء قدر روحك كاميرا تشي لهفو في النار قادر روحك ريت في ام جابني للنهار تيرها بي انا بالاسطار مع البرودي فتر دالي لانخل غاني نولي سيبال اسطار قادر روحك فيش مسافر قادر روحك ما تكثر شكلال